الشائعة والمزعجة تحدث نتيجة للتعرض اليومي لأشعة الشمس فوق البنفسجية وكذا الرطوبة والتدخين. وللتخلص من جفاف شعرك ينبغي قص الأطراف مرة كل شهرين، ما يسمح بتعزيز امتصاصه للمواد المغذية والأكسجين. وباستشارة الطبيب يمكنك تناول مكملات الفيتامينات المفيدة لشعرك بالإضافة إلى تناول بعض الأطعمة كالبيض والسبانخ، التوت البري والبطاطا الحلوة. تقليل استعمال مجفف الشعر ولفه بمنشفة بعد الاستحمام عوض ذلك، مع استخدام وسادة من الحرير لمنع امتصاص الوسادة الرطوبة منه. استعمال زيت الأرغان فهو يساعد الشعر في الحفاظ على رطوبته. ومن المهم أيضا أن تختار غسول الشعر الخالي من المواد الكيميائية الضارة، مع عدم غسل شعرك أكثر من 3 مرات في الأسبوع لمنع جفافه وخسارته لزيوته الطبيعية.